تاني في الحلقة التانية من بوبي بلاي تايم. طبينا تعذبني دي تاني، انا نفسي افهم اللعبة مش بتعلق معايا في البداية كده ليه، لما انا بولع على الريكوردر هي كده الايام بتعلق في الاول سنة كده وبعد كده خلاص. المهم لحظات بس اجيب انا حاجة. يلا بينا نكمل. فين دي الشرايط بالظبط؟ بس والله اللعبة يعني حلوة. سبحان الله، يلا بينا. ربي أحيي ده هتلخبطني بجد، تعبت. انا من امبارح كنت قاعد اشوف ازاي اعديها، حرفيا كميت ما مش عارفه اعديها. ايوه اخيرا، الله اكبر الله اكبر، مش مصدقه انا نفسي بجد. انا عملت المعجزه يا جماعه، انت انا معجزة، الله اكبر. طابين نزول تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوكي يا شباب نزول تصلي على الرسول، دي اهم حاجة. يلا باورون دقيقة واحدة بوم. ايه بالظبط يتحرك؟ مش مهم مش مهم، ملناش دعوة. احنا مالها كده الحاجات دي بتاعت الألعاب دي خربانة كمان. معلش يا جماعه انتوا بتلاحظوني بوطي الاصوات بس عشان صوتي يبقى ظاهر، لما انا بعليه صوتي مش بيبقى ظاهر بوضوح. يعني فين اللعبه؟ انا اروح اعمل انا حاجه مثلا اروح صح صح. انا قلت انا عالقايد. ما انا عارف ان انا لسه ما عملتش حاجه في ماينكرافت. معلش اللعبه دي جذبتني، بعد كده اللعبه الاساسيه هتكون عندنا ماينكرافت. لما نقربوا نخطموها هخش لكم على لعبه تانية. بس زي ما انا قلت لكم ان شاء الله كده بعد بكره هجيلي بلاي ستيشن 5 وهلعب لكم العاب كتيره جدا.
دي ساعات بتبقى مهنجة شوية، مثلا بتبقى على 3G بنحولها على 4G فاهم؟ علشان المهم خلينا بس نكمله. هنخش على ال على بتاعة ال SM المهم يا غيم. لا طلع صح. والله لا قلني ايوه اللعبة يلا ناخد اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده باب الهروب بالظبط. يلا بينا. اعوذ بالله من كل شيطان. مينفعش اوقف، انا اسف الاصوات تروح. مش عارف لو ياخد كده قلبي ولا اتصدمت والا انا شفت صندوق كده قلت اوقعه، هيبقى عمال احاول اوقعه الايد التانية شبكت بس مش راضية تطلع، فقمت قاعدة ازق الايد التانية كده. بصوا احنا عرفنا نعمل ايه. ازاي جالي النحو بس في الباك ازاي جالي بالسرعة دي؟ لما اوصل لحتة الصندوق دي ارجع لكم. اوكي